أخبار اليوم. حرب 73 اثبتت قدره وامكانيه مش الجيش المصري انما الانسان المصري. الجيش المصري جزء او جزء اساسي فيه هو فان مستشفى 57 نتمنى ان شاء الله انها تكون على قدر الحدث وانها تثبت ان القوات المسلحه أدت دورها بعظمة شديدة جدا وأن هناك في المجتمع المصري مؤسسات قادرة على أن تؤدي أدوار مثيلة في سبيل بناء مصر المستقبل، مصر الجديدة إن شاء الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا على مصر وعلى كل الأمم العربية. كل سنة وأنتم طيبين طبعا بنصر أكتوبر العظيم. أنا مش مصدق نفسي إن أنا فزت الأبطال. أبطال القوات المسلحة وأبطال الشرطة وأبطال 57 كل واحد تحدى عدو معين وجاء بالنصر. إن شاء الله أطفالنا ربنا هيتم شفاهم على خير إن شاء الله. كل سنة طيبين. ولا حاجة قدامكم. أنتوا بالنسبة لنا مثل عبقري. احنا قاعدين بنبص على حضراتكم وبنسمع اللي عملتوه وبنشوف الاطفال العباقره العظماء دول. احنا ولا حاجه. لو اتعلمنا منكم 1% من اللي انتوا عملتوه يبقى بني ادمين. شكرا.